هو واحد من أفضل من لبس قفازات الملاكمة في الأردن، نحت اسمه بالصخر حتى أصبح رقما صعبا في معادلة هذه الرياضة سواء في الأردن أو بالخارج. نجم فقرتنا لهذا الأسبوع من أين هم؟ ظفر بالميدالية الذهبية في الدورة العربية في لبنان عام 97، وبعدها بعامين توج بالفضية هنا في عمان في دورة الحسين. البرنس هو اللقب الذي لصق بأيمن النادي طوال فترة ممارسته للملاكمة. قوة شخصيته كانت أقوى أسلحته أمام خصومه، وضربته القاضية قضت على مشوار العديد من تواجهوا معه. أيمن النادي سيسرد لنا مشواره وتاريخه عبر فقراتنا الأسبوعية أينهم لنتابع. يعني بدايتي كلاعب ملاكمة يعني تقريبا متشابهة مع معظم اللاعبين، يعني كنا صغار وحبينا نلعب رياضة قتالية، كانت أفكارنا تتوجه نحو يعني المطروح على الساحة كان كاراتي وتايكوندو بالدرجة الأولى، ولكن يعني خلينا نحكي اخذت مسار الملاكمه عن طريق صديق لي كان بيلعب ملاكمه اسمه محمود سليم، فنصحني قال لي العب لعبه الملاكمه واخذني على النادي، كان يومتها نادي البقعه، وهذا الحكي كان في عام 1986. فدخلت النادي وكان مدرب الناشئين في حينها الكابتن سعدي رمضان، فعرفني عليه وحكى له يعني أنه حاب يلعب ملاكمة معهم. طبعاً كان الفريق بتدرب له 6 شهور، فأنا دخلت على فريق جاهز يعني بالواسطة، خلينا نحكي يعني معرفتنا مع المدرب دخلتني بعد 6 شهور. هي نفس البداية تبعتي كانت يعني غريبة شوية، دخلت على فريق له 6 شهور بتدرب. في البداية طبعاً كلهم كيفوا علي اللاعبين، يعني لاعب لسه بعرفش أي مهارات ولا إشي، كان الكل بيضربني في النادي. فبعدين صرت أفكر أنا يعني كيف بدي ألحق اللاعبين وكيف بدي يعني أتطور، فصار عندي تفكير أنه كيف أطور حالي أسرع حتى أقدر ألحقهم، لأنه 6 شهور فترة طويلة للاعبين، يعني متعلمين مهارات وعندهم يعني الكوردريشن وكذا كله ما أعلى مني يعني. فصرت أتعلم أنا أفهمها من المدرب وأروح بالبيت أطبقها أكثر وأدرب عليها أكثر. فبعدين شاركوني ببطولة شباب، كان تصفيات منتخب شباب، كانوا بدهم يشاركوا في بطولة العرب للشباب في بغداد كانت، فروحنا في البداية نشجع احنا، يعني انا مش مطروح كان اسمي اني انا العب، فكان العدد قليل بالمشاركة، فطرحوا علينا انه مين بحب يشارك، فرفعت ايدي قلت لهم انا بشارك، فدخلت بالمشاركة وجبت اول، فهم استغربوا انه يعني انه ايش هذا، حتى عادوا المباراة تبعتي مرتين ثلاث، كان لي زميل الان يعني بوجه له تحية محمد عشيش مدرب معي في المنتخب الوطني ايضا، كنا بنلعب فحتى استغربوا، فانا فزت في هذه المباراه، فعاد المباراه مره ثانيه. في الملاكمه كشعبيه بالفتره اللي كنا فيها كانت شعبيتها يعني طاغيه جدا، طبعا في عده اسباب لهذه الشعبيه، اول شيء يعني طرق التواصل الاجتماعي والفضائيات والتلفزيونات وكذا كانت يعني محدوده بالزمن تبعنا، زي القدم زي كذا، فكان الكل يحب يروح يحضر المباريات مباشره بالصاله، وكان الاتحاد مركز على الدوري المحلي بالأكثر، يعني كانت بطولات المملكة هي اللي إلها الاهتمام الأكثر للاتحاد، ورغم أن ميزانية الاتحادات في تلك الفترة كانت ضئيلة جدا، أهم مشاركاتي كانت بالنسبة للبطولات العربية حققت الميدالية الذهبية في الدورة الرياضية العربية في بيروت عام 97، فهاي كانت انطلاقة يعني وإنجاز غير مسبوق يعني بالنسبة للملاكمة الأردنية، باعتبار أنه كانت آخر ميدالية ذهبية حققها الأردن في عام 76، يعني تقريبا 26 سنة بالضبط قبل الميدالية الثانية أو الدورة الثانية، ف يعني فترة طويلة، فاعتبروا أنه هذا إنجاز يعني غير مسبوق، بالإضافة لزميلي طبعا محمد أبو خديجة، احنا حققنا في هذيك الدورة ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية. دورة الحسين بالأردن كانت أقوى بكثير من دورة بيروت، لأنه كان بالذات بوزني، يعني أنا بالنسبة للوزن تبعي، لأنه كان نخبة أبطال العرب مشاركين بالوزن اللي أنا فيه، طبعا كانوا كلهم أبطال حاصلين على أوسمة عالمية، يعني كان التونسي سامي الخليفي معه بطولة العالم العسكرية وأنا تفوقت عليه الحمد لله رب العالمين، فزت عليه. بعدين كان عندي المغرب عبد الله من الذياب، كان بطل العرب وبطل افريقيا وبطل دورة باري، بطل عالمي يعني ايضا يعني مغربي، بالمباراة الثانية ايضا تفوقت عليه وفزت عليه. المباراة الأخيرة اللي هي حسمت اللقاء لمصلحة الجزائري محمد علالو،
طبعا هو حامل برونزية أولمبياد سيدني. يعني أنا بطل المملكة، يعني حصلت على بطولة المملكة بالفئة الشباب، يعني أخذت ميدالية ذهبية أيضا في فرق الرجال من عام 1990 لغاية 2000، يعني 10 سنوات متواصلة برضو كنت بطل المملكة في الأردن. طبعا كنا نخوض في السنة تقريبا 4-5 بطولات يعني، أو 3 بطولات أقل تعديل. طبعا كلها كنت أحصل فيها ميدالية ذهبية الحمد لله، بالإضافة للبطولات العربية، في بطولة كأس العرب حصلت فيها ميداليتين ذهبيتين في عام 96 وفي عام 99. يعني أهم شيء بجوز أنا بتميز فيه، يعني قبل القوة وقبل أنه أنا بعرف أقرأ الخصم. يعني أنا ببني كل طريقة لعبي على أخطاء الخصم أو على يعني ثغرات الخصم. هاي الأمور كانت يعني حتى أنا عم بعطيها لتلاميذي يعني في المرحلة الحالية. فقراءة الخصم بتريحك كثير. يعني في عندي لقائي كان مع فؤاد العبيدي في الملاكم الجزائري في الدورة العربية، طبعا يعني مباراة مهمة جدا في حياتي هاي المباراة، لأنه أنا كنت مقتنع أنه هذا اللاعب إمكانياته الفنية والبدنية أعلى مني، ولكن في النهاية أنا بدي أحقق فوز، يعني ما بستسلمش لهذه النقاط اللي بتميز فيها علي. فلما طلعنا على الحلقة فأنا كنت ببحث عن أي جانب يعني اللي يخليني يعني يثير غضبي، لأنه في النزال لازم تكون أنت يعني عندك شحن نفسي عالي. فلما طلعت على الحلبة أنا فوجدته مستهتر جدا في طريقة دخوله الحلبة وبلف فيها وعمل حركات يعني كأنه بدي يلعب، يعني أنه الملاكمة الجزائرية هي أفضل بكثير من الملاكمة الأردنية. ما كانت الملاكمة الأردنية، إحنا عملنا لها اسم من بعد دورة بيروت وانتد الاسم بالأبطال اللاحقين، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نخلي الملاكمة الأردنية رقم صعب في الملاكمة العربية والأسوية لاحقا أيضا صار. فاستفزتني طريقته، فأنا أخذت الموقف شخصي بيني وبينه ولعبت معه بأسلوب يعني أنا ابتكرته بعلمه برضه لأصحابي يعني أجاني باللحظة دي. حكيت أنا يعني بسرعة، مش راح ألحقه بسرعة بالمهارات، هم أعلى ملاكم جزائري متطورة كثير يعني. فتبعت أسلوب التتش، يعني أسلوب أنه لما يلكم اللكمة أني أعطيه اللكمة المضادة معها في وقت سريع جدا، يعني توقيت على رجعة إيده مش على الضربة، وهذا خلاني أفوز عليه 9-1. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك والله، والحمد لله رب العالمين أنه أتاح لنا هذه الفرصة أنه نطلع على الجماهير من جديد يعني ونعيد الذكريات.